تضحك ليه 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 وانا نازل دل عاملة الأولاد. هو منشد الثورة وفنان التمرد على كل قهر وظلم واستغلال. إنه بكل بساطة الشيخ إمام، واسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى، الطفل الذي ولد في قرية أبو النمرس في محافظة الجيزة، وكان المولود الذكر الأول الذي يعيش للأسرة الفقيرة بعد خسارتها 7 مواليد لم تكتب لهم الحياة. في سنته الأولى أصيب بما يسمى الرمد الحبيبي، وبسبب الجهل واستعمال الوصفات الشعبية في علاج عينيه فقد بصره نهائيا، إلا أنه تمتع منذ الصغر بذاكرة قوية وذكاء لافت، فقضى طفولته في حفظ القرآن وتجويده. كان والده يحلم بأن يكون ابنه شيخا كبيرا، وكان قاسيا في معاملته له. أما والدته فكانت النبع الذي ارتوى منه إمام بالحنان وعوضه فقد بصره. وفي عام 1929 لم يكن إمام قد أكمل عامه 12، اصطحبه والده إلى القاهرة للدراسة في الجمعية الشرعية السنية القريبة من الأزهر، وكان في الجمعية واعظ ومنشد يحييان المناسبات. وفي إحداها اختير الطفل إمام ضمن فرقة الإنشاد، واستحق لقب شيخ على صغر سنه لإتمامه حفظ القرآن. لازم إمام حب الاستماع إلى الشيخ محمد رفعت، وكان الاستماع إلى الإذاعة من ممنوعات الجمعية لكونه بدعة، مع أنه كان يستمع إلى القرآن، إلا أن الجمعية قررت فصله بالإجماع. وعندما عرف والده بسبب طرده عاقبه بشدة وضربه وحذره من العودة إلى قريته مرة أخرى نظرا لهول الجريمة التي اقترفها. وكسائر أحداث حياته التي صنعتها الصدفة، التقى الشيخ إمام الشيخ درويش الحريري أحد كبار علماء الموسيقى الذي أعجب به لمجرد سماع صوته، وتولى تعليمه واصطحبه معه في جلسات الإنشاد والطرب، فضاع صيته وتعرف إلى كبار المطربين والمقرئين من أمثال الشيخ محمود صبح، وبدأت حياة الشيخ إمام في التحسن، وأخذ يفكر في التلحين حتى أنه ألف كلمات ولحنها، وبدأ يبتعد عن قراءة القرآن وتحول إلى مغنٍ، واستبدل ملابسه الأزهرية بملابس مدنية. جبار مات جبار مات جبار مات جبار مات آخر خبر في الراديو. في عام 62 حدث اللقاء التاريخي بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم رفيق دربه، وجرى التعارف بين الثائرين عن طريق زميل لابن عم نجم كان جارا للشيخ إمام. وعندما سأل نجم الشيخ إمام لماذا لا يلحن، أجابه أنه لا يجد كلاما يشجعه، وبدأ الثنائي بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، وتأسست شراكة دامت سنوات طوالا. كغيره من المصريين زلزلت هزيمة حزيران عام 67 فرقة الشيخ إمام، وسادت نغمة السخرية والانهزامية بعض أغانيها. يحلف انقاذ لكن مشلوف من اهل الدار. ولكن سرعان ما اختفت هذه النغمة الساخرة الانهزامية وحلت مكانها نغمة اخرى ملأى بالصحوة والاعتزاز بمصر. مصر يا ما يا بهية دم طرحة وجنابية. في البدء استوعبت الدولة الشيخ إمام وفرقته، وسمحت بتنظيم حفل في نقابة الصحافة، وفتحت لهما أبوابها، لكن سرعان ما انقلبت الحال بعد هجوم الشيخ إمام في أغانيه على الأحكام التي برأت المسؤولين من هزيمة عام 67، فجرى القبض عليه هو ونجم، وحكما عام 69، ولكن القاضي أطلق سراحهما، لكن الأمن ظل يلاحقهما حتى حكم عليهما بالسجن المؤبد، ليكون الشيخ إمام أول سجين يحاكم بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية. شهيد زورك على المزارع بالكبدين وعمل إيدينا. قضى إمام ونجم الفترة من هزيمة يوليو حتى نصر أكتوبر يتنقلان من سجن إلى آخر، ومن معتقل إلى آخر، ومن قضية إلى أخرى، حتى أفرج عنهما بعد اغتيال أنور السادات. وفي منتصف التسعينيات آثر الشيخ إمام الذي قارب 80 العزلة والاعتكاف في حجرته المتواضعة في حي الغورية،
ولم يعد يظهر في كثير من المناسبات حتى توفي في هدوء عام 1995، تاركا وراءه أعمالا فنية نادرة تحاكي بنبضها الثوري المتجدد روح الشباب الطواق إلى الحرية والعدل ومواجهة الاستبداد والقهر. بحبك بحبك.